Well, I'm from Finland myself, and I had my suspects of what kind of people were supposed to be waiting here, but like during the 2 days here, people have been super friendly, super hospitable, and those events what happened here, they haven't been really affecting myself or my travel here. But of course, you have to keep some common sense in your mind that what you are doing here yourself, and that basically involves every single country in the world. You have to have some common sense. This is Morocco, and I have always wanted to come here. It's not about any single incident that has happened here due to some bad people. Bad people are in every single country in the world. That doesn't affect my travel here. واحد من ساكنة ديال إمليل في الحقيقة ما عندنا حتى كلمات مازال باش نعبروا على هادشي اللي وقع. الناس كلهم ديال إمليل تيستنكروا هاد الباشع، هاد العمل الباشع اللي داروا هاد المجرمين هادو، وحنا سنين وأعوام هادي وحنا خدامين مع السياحة في هاد المنطقة، ما عمر سمعنا بشي حاجة بحال هادشي ولا وقعت شي حاجة بحال هاد النوع هذا. والناس كان الامن ولا يعني الامن تيعمل المنطقه كلها، هي تسمعنا بهذا الخبر هذا اللي نزل على الناس بحال شي صاعقه، والناس كلهم تيستنكروا هذا العمل هذا. ومن هذا المنبر هذا تنقدموا تعازينا للاسر ديال الضحايا ديال الناس اللي ماتوا في هذه الفاجعه. كمواطن انا دايز بغيرتي على بلادي، شت اش بغيت نقول، ما عرفت باقي ما نقول. شي كيضر في القلب كيبكي. هذوك الناس جاو عندنا كضياف، خصنا نهزو بهم. حنا وبلادنا بلاد الامان الحمد لله، ما عندناش، حنا ما كنحقدوش. حنا المغاربه معروفين كلهم الحمد لله معروفين بالكرم والضيافه وحسن الاستقبال. علاش حتى لهذ اللحظه بالضبط، حتى لهذ اللحظه وبيشوفوا بلادنا هكاك؟ علاش؟ اشنا هو السبب؟ واش هاد الناس ما عندهم غير على بلادهم؟ ما بصراحه والله العظيم وقت الا بغيت نقول لك، راه الدموع يحبسهم بزز، والله الا حبسهم بزز. ما عمرنا سمعنا بحال هاد الشيء في المغرب، خصوصا في المغرب. المغرب ما كانش فيه هاد الشيء. منين جانا هاد الشيء؟ منين دخل هذا؟ 100% انتقام المغرب، انه تيعرفوه بلاد الامان وبلاد الامن وبلاد الاستقرار. اختي حنا بالطبع كنندذوا بهذا العمل الاجرامي اللي دار هاد الناس، وحنايا دوله اسلاميه، بصح الاسلام ما كيحدش باش نقتلوا الناس، وباش الاسلام بالعكس، الاسلام دين الرحمه ودين التعاطف ودين الاخوه. والمغرب والمغاربه كاملين راه ضد هذا الارهاب، ولا هذا العمل الارهابي اللي داروه عمل شنيع، وحنا ضده. وكنطلبوا من السلطات ومن الجمعيات ومن الناس سميتو باش ينبهوا هاد الناس، وباش ينبهوا الشباب كله، لان هاد الناس مشاو فواحد المتاهه ديال نقص، في بحال اميين بحال جاهلين الدين. خاصهم يقراو شويه، خاصهم بزاف الحوايج، خاصنا ناطروا الشباب بزاف باش ما يمشيش في هاد المتاهات. هذا ما كان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.